بشكل كويس، سعيد بوجودك في النادي الاهلي، ولا حاسس ان لسه مفيش اعتماد عليك بشكل اكبر زي ما انت كنت متخيل؟ وانا سامع برضو ان في كلام ان احتمال مروان محسن لاعب او مهاجم فريق بتروجيت ينضم للنادي الاهلي في صفقه تبادليه، عندك معلومه ولا الكلام ده مش صح؟ لا انا ما بصش انا الاخبار، يعني انا بسمع كلام كتير وكده، بس انا كان يهمني في المقام الاول رأي الجهاز الفني فيا، لان هو طبعا هو النادي او رئيس، يعني بشكل عام النادي عامه، الاهلي هل متمسك بيا او مش متمسك بيا؟ هو ده اللي كان يهمني في المقام الاول. الحمد لله الناس عندهم ثقه فيا، ويمكن في ناس من الجمهور برضه على الثقه وكده، بس يمكن انا بعيد شويه عن الماتشات، فده يمكن ان هو انت عارف اللعيبه اللي بيكون بعيد شويه عن الماتشات تلاقي الكلام كتر عليه وكده، بالظبط لكن انا بالظبط متمسك بالنادي وان شاء الله. انا قلت يا جماعه التقييم هيكون نهايه الموسم ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله لما الملعب ان شاء الله باذن الله، هذا ان شاء الله انا هقول لهم ان شاء الله انها صفقه كويسه، والتقييم يكون اخر السنه باذن الله. طيب السيد قول لي، متعب رجع النهارده؟ اه تمرين النهارده. احتفلتوا بيه ولا لا؟ يعني سلمنا عليه وكده، ويا رب ان شاء الله تكون وشها حلو عليه، وان شاء الله يكون مزيد من التألق باذن الله. تمام، بشكرك يا سيد، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، ويعني تبقى بتظهر